يمشي عليها ويكون هو طريقته في العلاج. طيب يبقى ده الريسيرش حاجه مهمه. لا حاجه مهمه جدا، مهمه جدا جدا جدا، لان هي اساس اللي احنا بنعالج بيه المرضى. طيب ازاي تضيف الكالترايت؟ هل كتابه صعبه؟ مش هنقول صعبه، لكن هنقول فيها بعض التيبس اند تريكس اللي احنا لازم نعرفها عشان نقدر نعمل بابليكيشن. البابليكيشن دي بتتحط في السي في بتاعي، حاجه مفيده جدا ليا المجتمع اللي انا عايش فيه. فالكتابه لا صعبه، محتاجه ان احنا نفهم هاو تو رايت، لان في شيرر ايتال عمل سيستميك ريفيو زي ما احنا شايفين في السلايد دي، فلقى ان 37% فقط من الابستراكت التي اللي اتنشرت في المؤتمرات العالميه حصل لها بابليكيشن. يعني ايه ابستراكت؟ يعني احنا النهارده مثلا عندنا مؤتمر طب انا، كل واحد عنده شغل معين بيعمل له ابستراكت زي سامري كده ويحطها في بوستر ويشارك بها في المؤتمر بتاع طب هنا، في مؤتمر جراحه المسالك في امريكا، في السعوديه، في اوروبا. هذه الابستراكت بعد كده المفروض بنشرها. فهل كل الابستراكت اللي اتنشرت في المؤتمرات او اللي اتعمل لها بابليكيشن في الناس شاركوا بها في المؤتمرات اتنشرت؟ لا، 37%. اذا في مشكله ان الناس اللي عملت ابستراكت وعملت شغل ما كانش عندها المقدره انها تعمل بابليكيشن للشغل بتاعها ده. فهنحاول بقدر الامكان بسرعه كده نهايلايتس التيبس اند تريكس اللي تزود لي الاكسبتنس للبيبر بتاعي او الفكر او الريسيرش اللي انا عايز اعمله. الاكسبتنس في بعض البوينت لازم نحطها في دماغنا، الايديا بتاع الريسيرش، الستادي ديزاين والسامبل، اللانجوج والجرامر، الاستراكشر، البالجريزم، هاو تو سيلكت الجورنال اللي هو مناسب للشغل اللي انا عملته. دي كلها حاجات هنمر عليها بسرعه في البرزنتيشن اللي احنا نعملها. اول حاجه الايديا دي مهمه جدا ولازم نقف عندها مره واثنين وثلاثه. ليه بقى؟ لان انا النهارده لما هبدا اكتب في مانسكريبت او في ريسيرش الموضوع هياخد مجهود وهياخد فلوس وهياخد شهور. يعني انا لما باجي اعمل ريسيرش ابدا اكتب فيه باخد لي 6 9 شهور عشان يتنشر، عم اكتب واعمل كولكشن للداتا واعمل لها ستاتستكس واعمل لها ديسكشن واعمل ري رايتنج وابدا ابعت للجورنال، والجورنال يقول لي لا مش اكسبتد، ابعت لجورنال تاني يقول لي اكسبتد بس اعمل لي جاست شويه ريفيجنز وذر ميجر اور ماينور. وبالتالي الموضوع مجهد، فانا لازم اركز في الايديا قبل ما ابدا الريسيرش لان انا همشي مشوار طويل. فالايديا دي لازم نقف عندها كويس. طيب الايديا او فكره الريسيرش شود بي ادنج للليتريتشر، لازم يبقى فيها فكره جديده عشان تلاقي قبول. شود بي ابليكابل، بتتبع الايثكس، بمعنى ان انا لما اجي اعمل اكسبيرمنتال على انيمالز لازم اراعي الايثكس مع الانيمال برضه، يعني ما بالك بالهيومن. لما نيجي نعمل اي بروسيجر في الانيمال نديله انالجيزك، ما نعذبوش عشان ما يطلعش الجماعه بتوع الرفق بالحيوان يمسكوا في رقبتي، ومش هتتقبل اوريدي لو انا ما كانش في عندي ايثكس الجورنال مش هيقبلها. فما بالك مع الهيومن بين، ما ينفعش ان انا اعرضه لريسك عشان فكره او ريسيرش انا عايز اعمله. لا، لازم ابقى واخد ابروفال من الايثيكال كوميتي ان الحاجه دي يعني سيف للهيومن بين، لازم برضو اكون واخد انفورمد كونسنت منه ان هو موافق انه يخش في الريسيرش بتاعي. طيب ازاي اقدر انا اوصل للايديا؟ ازاي اقدر ابني فكره اعمل لها ريسيرش؟ ات ريكوايرز بروبر ريفيجن، دايما محتاجه قرايه. يعني ودلوقتي الدنيا بقت سهله عن زمان، يعني من 5 6 سنين الدنيا كانت صعبه جدا يا جماعه. كان انت لازم تروح المكتبه بتاع الطب هنا عشان تجيب الجورنال وتجيب الدوريات المحليه المنشوره في التخصص بتاعك عشان تقعد تقرا وتشوف الافكار والناس بتشتغل ايه عشان تقدر تبني فكره. دلوقتي كل واحد معانا فيه موبايل سمارت فون، معاه فيه ممكن هو جاي ينام بالليل يخش شويه الجورنال اللي هو متخصص فيها، يقرا عناوينها، يقرا الافكار، يشوف الناس بتفكر ازاي، ومن خلالها يبدا يطلع فكره. فالموضوع سو سيمبل دلوقتي، محتاجه منك يعني ربع ساعه يوميا كده تبص على على السبيشاليتي بتاعك، الناس بتتكلم في ايه، العلم بيقول ايه، الناس بتفكر ازاي، المؤتمر اللي كان في اسكندريه ايه الابستراكت اللي اتنشرت. من خلالها هبدا اقدر اكون
فكرة. لازم يكون عندك awareness of the previous literature، لازم تكون قاري. مش الحاجة المجهدة والله يا ربع ساعة تلت ساعة يوميا بس في الموبايل كده، طبعا ده بعد ما تتخرجهم، وده يتخصص بيدياتريك وده يتخصص بجراحة وده عظام، هتقرأ بقى في السبيشالتي بتاعك، تشوف الجايد لاين، تشوف الناس بتقول ايه، وتبدأ تدور على الجاب اللي موجود في الليتريتشر، تشوف الحتت اللي ايكوفوكال اللي لسه ما فيش فيها قرار ديفينيتيف ان احنا نعمل مثلا دي ابندكتس ابندكتومي، خلاص الموضوع مش محتاج ان انا ابحثه تاني. لكن في حاجات بتبقى ايكوفوكال، في حاجات سواء وذر في الانفستيجيشن او في التريتمنت او في الانترفينشن ستيل لسه فيها جاب، لسه ما فيش فيها بروبر ديسيجن، فانا ممكن ابدا ابحث في هذه الجزئيه. تمام، ده بالنسبه للفكره. يبقى الفكره محتاجه قرايه، محتاجه متابعه، محتاجه اعرف الناس وقفت فين، الناس ايه الجاب اللي عندنا في الليتريتشر محتاج يتغطى، وابدا ادور واعمل ريسيرش في هذا الجاب. او ان مثلا يعني حد من الاوثرز عمل ريسيرش على سكيل قليل بالبيشنت، ممكن اعمله انا مالتي سنتر بنفس الفكره على سكيل اوزع، وابروف ان الكلام بتاعه وذر صح او غلط. ممكن مثلا اي عمليه، مثلا دكتور نزار عمل بروسيدر معين في البيدياتريك سيرجري وشاف الناس على شورت تيرم اوت كامز، اجي انا اشوف الناس بتوعه برضك على لونج تيرم اوت كام، اتابعهم اكتر واقول اه ده النتائج اللي الدكتور نزار وصل لها على شورت تيرم اوت كامز، انا لما تابعت الناس مده اطول فعلا الستيل لسه الاوت كام بروبر وكويس والناس مستفاده من العمليه، اذا نابروف البروسيدر بتاعه. لكن اشوفهم بعد فتره لا بدا يحصل لهم ديتريوريشن، يبقى ابدا انتقد كلام دكتور نزار. يبقى هنا انا بدات بالقراءه المستمره وبقراءه الدوريات في التخصص بتاعي، اعرف الناس عملت ايه، وبالتالي يا اما سبورت يا اما ابروف الكلام بتاعهم يا اما في افكار معينه. يبقى الايديا احنا استفدنا في فكرتها، لان لازما اتوقف عندها مره واثنين وثلاثه، لاني هبذل مجهود وهبذل فاينانشال ايفورت عشان اعمل ريسيرش، فلازما اتريث في اختيارها. طيب طبعا لازم أن يبقى اللانجوج بتاعتنا يعني الانجليش should be better than that of the worker in other disciplines، يعني لازم اتكلم يعني اكتب، ولو انا عندي الانجليزي بتاعي مش قوي لازم اديله لاي سنتر من الانجليش لانجوج يبدا يراجعه لي ويكتبه لي بطريقه تخلي الاكسبتنس بتاعي ليا حظ اوفر في الاكسبتنس، لان poor rating can mask proper or prevalent experimentation. نبدأ بقى نشوف الريسيرش ده هيشتغل ازاي. الـ IMRAD story، ايه ديت الـ IMRAD ديت؟ اللي هو الـ structure او الـ skeleton بتاع اي ريسيرش، عبارة عن introduction, method, results and discussion. ده الـ skeleton بتاع اي paper او اي مانسكريبت، لازم يبقى فيه انترودكشن ميثود ريزلتس اند ديسكشن، دي اللي بنسميها الاي ام راد فورمات. كان زمان في منتصف القرن 19 باي، انا مثلا النهارده عملت مثلا ماستكتومي، اروح اعمل ديسكريبشن او لان كان عندي مريضه عندها بريست كانسر، عملت لها ماستكتومي وعملت لها ليمفادينكتومي ومش عارف تابعتها يوم واتنين كانت كويسه، ده جاست كيس ريبورت. فبعد كده بدأ أقول لك لا، لازم اللي يكتب حاجة يديني الميثود بتاعي عشان تبقى ريبروديوسابل، عشان مثلا لما الدكتور نزار يعمل ماستكتومي بطريقة معينة في جامعة هنا، أنا بعد كده هنا في الفيوم أو في طنطا أو في أي مكان في العالم أبدأ أطبق الطريقة بتاعته. فلازم يبقى في ميثودولوجي في البيبر عشان أقدر أطبقه. فبالتالي من هنا بدأت قصة السكيلتون المتعارف عليه في أي بيبر، في introduction، في methods، في result and discussion. طبعا دي كلها برضو الابستراكت، زي لما نكتب بيبر يبقى في title، في abstract يعني summary للبيبر، في introduction، vision and method، result discussion، دي كلها هنمر عليها دلوقتي ان شاء الله.
بدايه في بعض يعني كل جورنال بيكون له رولز او جايد لاين بيمشي عليها مختلفه عن اخر. ففي جورنالز بتتطلب انك تكتب له تايتل بيج في الاول. التايتل بيج دي بتكتب فيها التايتل، بتكتب فيها الاوثرز، بترتبهم بالانستتيوشن، ده شغال في طب هنا، ده شغال في طب اسيوط، كلهم من طب هنا، وبندي فول داتا للكورسبوندنج اوثر اللي هو اللي بيراسل المساله بنسميه كورسبوندنج اوثر. فبندي له فول داتا بالايميل بتاعه، بالعنوان، بالتايتل، بالانستتيوشن، لازم يبقى فيها فول داتا. رانينج تايتل يعني التايتل بتاع او عنوان المقاله ممكن نختصره في سياق اقل من الوورد بحيث بنسميه رانينج تايتل، بيفيدني بعد كده في لما حد يبدا يعمل ريسيرش او حد يبدا يدور على معلومه في الريسيرش انا عملتها، ممكن من خلال الكي وورد ورانينج تايتل يوصل للبحث بتاعي ويبدا يقراه ويعمل له سايتيشن. فلما البحث بتاعي يتعمل له سايتيشن يبقى انا كده يعني البحث على الاسهم بتاعته عاليه. كل ما اتعمل لك سايتيشن، يعني مثلا انا النهارده نشرت في الامريكان جورنال اوف يورولوجي، حاجه جميله جدا، جورنال عالي والامباكت فاكتور بتاعه عالي جدا، لكن لما يتعمل لي سايتيشن لا، ده البحث يزداد قوه ويبقى له بوزيشن اعلى عالميا. كل ما يتعمل لك سايتيشن الاتش اندكس بتاعك كراجل اوثرز وراجل ساينتفك يزيد. وورد كاونت فور ذا مانوسكريبت اند ابستراكت، يعني ايه الوورد كاونت؟ يعني المانوسكريبت او الريسيرش بتاعك ده كم كلمه، انت كتبته في كم كلمه؟ دي مهمه، لان بعض الجورنال يقول لك المانوسكريبت ما يزيدش عن 3000 كلمه والابستراكت ما يزيدش عن 250 كلمه. طب دي بنعرفها ازاي؟ بتقوم انت جاي معلم على الابستراكت بتاعك على الوورد، هتلاقي الوورد كده اوتوماتيك على الكمبيوتر تحت كاتب لك الابستراكت بتاعك ده كان 3200 كلمه، تمام. فالجورنال بتاعنا بيقول لك لا، الابستراكت ما يزيدش عن 3000. هتبدا انت ايه تظبط، تختصر، تشيل حاجات لحد ما ايه ما تصل للابر ليميت بتاع الجورنال بتاعك. الجورنال كل جورنال يا جماعه بيكون له رولز وانستراكشن بتقراها في الاول عشان البيبر بتاعك تتقبل. يقول لك الابستراكت او السمري ما يزيدش عن 300 وورد 300 كلمه، يبقى انت لازم الابستراكت يكون ما يزيدش عن 300، لكن ممكن يبقى اقل. المانوسكريبت كله ما يزيدش عن 3000، يبقى انت هتتقيد بهذا الايه بهذا الفيجر. بتعرفها ازاي؟ وورد على الوورد، وهتقدر من خلاله تعرف انت عملت كم كلمه، تزود، تقلل، and so on. وممكن انك تكتب ethical statement، يعني دي بنكتبها في البيشنال ميثود، لكن ممكن تطلب منك في بعض الجورنال مش كل الجورنال. هنيجي لاول حاجه في الريسيرش وهو التايتل. التايتل ده العنوان، واحنا عندنا مثلا بيقول لك الجواب يبان من عنوانه. ده التايتل، العنوان بتاع الريسيرش بتاعك اللي انا كقارئ ممكن يشدني ويخليني اقرا البيبر، وممكن ما يشدنيش خلاص ما اقراهاش، امر على مرور الكرام البره. ممكن يشدني ك اديتور او ريفيور للمجله ويخليني اقبل الموضوع بتاعك على طول، وممكن يخليني ارفضه. فلازم يبقى في شويه يعني فن في كتابه التايتل، اللي هو التايتل شود بي ديسكريبتيف. زي ما احنا شايفين ده الكاركتر بتاعه ديسكريبتيف، بيكون بيصف البحث بتاعك. يعني انا النهارده عامل ريسيرش على منظار الكلى في الاطفال، بيدياتريك نيفرولايسوتومي، يبقى لازما التايتل يدلني ان انا بشتغل على القصه دي. هقول مثلا efficacy and safety of pediatric nephrolysotomy in pediatric in patient with previous open stone surgery، يبقى descriptive للقصه او لفكره البحث، ما يكونش فيه conclusion، يعني just ان انا بعمل description للبحث، لكن conclusion ما يكونش included في التايتل. ممكن يجي في صوره question، ممكن اقول الديزاين بتاع البحث بتاعي،
بمعنى ان احنا عندنا يعني مش عارف انتوا اخدتوا الريسيرش ممكن يكون ريتروسبكتيف بروسبكتيف راندمايز، فانا ممكن بعد ما اكتب التايتل اكتب احط نقطتين واكتب ات از ايه ريتروسبكتيف كنترولد ستادي او بروسبكتيف راندمايزد ستادي كومباريتيف ستادي، يعني الستادي ديزاين بتاعي هل هي ريتروسبكتيف هل هي بروسبكتيف هل هي اكسبيرمنتال هل هي اوبزرفيشنال اند سو اون. ما يبقاش لونج يعني، يعني جاست ديسكريبتيف بطريقه شورت ويكون انترستنج، يكون في جاذب لانتباه القارئ والريفيور ان انا هقدم لك فكره جديده، يبقى محتاجين يكون عندنا شويه تأني في كتابه التايتل. بعد التايتل بيجي الابستراكت. ايه هو الابستراكت ده؟ الابستراكت ده السمري للريسيرش بتاعي عباره عن اوبجكتيف بيشنت اند ميثود اند كونكلوجن. يعني هندي مثل كده، ده ابستراكت، ده مثال لابستراكت. الاوبجكتيف او البيربوس اوف اور ستادي انا عملتها ليه، البيشنت اند ميثودز بتاعتي بطريقه مختصره، الريزلت بطريقه مختصره، والكونكلوجن ده ابستراكت. الابستراكت ممكن اخليه في نهايه الريسيرش، اخليه للاخر بعد ما اخلص كتابه، لان انا بعمل سمري للريزلت فيه وبعمل سمري للشندر ميثودز وبكتب الكونكلوجن اللي انا وصلت لها. فالابستراكت ينكتب في اخر ريسيرش، برغم ان احنا يعني انا بشتغل ريسيرش الاول وبكتب الريزلت والبيشندر ميثود والدسكشن وبعد كده بعمل سمري لكل الكلام ده وبعمله في صوره ابستراكت يكون موجود في مقدمه الريسيرش بتاعي. يبقى ده نموذج للابستراكت. هنرجع تاني نشوف الابستراكت ايه الكرايتيريا بتاعته. It should be clear. كلمتين objective، يعني انت عملت البحث ايه الايم، الايم للبحث بتاعنا ده. هو دكتورة أمنية انا شايف البرزنتيشن اختفى. الدكتورة أمنية تمام، هنا هنتكلم تاني عن الكرايتيريا للابستراكت. ان هو زي ما احنا وريناكم هنا نموذج ليه، بيبقى في الاوبجكتيف او الايم اوف ذا ستادي او الريسيرش اللي انا عملته، في بيشنت اند ميثود، في ريزلت، في كونكلوجن، حاجات سامري للريسيرش بتاعي بكتبها بعد ما بخلص خالص من كتابه الايه الريسيرش، لكن بتتحط في بدايه البحث. يعني انا كقارئ ممكن اجاست ان انا ما عنديش وقت اقرا الابستراكت واخد فكره الاوثرز دول تشتغلوا عن ايه وخلاص، مش مضطر اقرا الايه البحث. دي الكرايتيريا، شود بي كلير، واضح، شود بي كومبليت، بيغطي لي كل البحث من البيشنت اند ميثودز، من البيشنت والميثودز والريزلت والكونكلوجن. يا دكتور اتفضل يا فندم. اللي هي سلايد ثابته، هي دلوقتي السلايد عندي على اللي هو الكرايتيريا اوف ابستراكت. هو حضرتك يا دكتور مش واخد كنترول على السلايد، ففي تيك كنترول من فوق جنب على شمال الشات، يعني عشان حضرتك تكون لك كنترول عليه. هي كده السلايد اللي ظهر عندي اللي هي الابستراكت كرايتيريا، كده مظبوط عندكم؟ بالظبط يا دكتور، كده مظبوط عندي. دكتور ان هو ياخد كنترول، هو حضرتك جربت تحرك السلايد كده دكتور عشان اتاكد بس، جربت تحركه. كده تمام. تمام كده شباب. تمام يا دكتور. طيب الابستراكت لازم يبقى كلير في كل الانفورميشن اللي في الريسيرش، ما فيهوش ريفرنس، يعني الريفرنس دي بنخليها في الريسيرش نفسه. ما فيهوش ابريفيشن، يعني مثلا ما اكتبش بلاد بريشر مختصر، لا لازم انا اكتبها بلاد بريشر. ما اكتبش هايبرتنشن اتش تي ان، اكتب هايبرتنشن وممكن اتش تي ان وبعد كده في الريسيرش او اشير للهايبرتنشن بالابريفيشن.
ممكن يكون من 250 ل 300 words حسب الجورنال. الجورنال بيكتب لك زي ما اتفقنا في الانستراكشن abstract should not be more than 250 words. لازم نلتزم بهذا الكلام. عرفها ازاي؟ بنيجي في الوورد ونعلم على الابستراكت كله ونشوفه في الفوت نوت تحت في الوورد هو الابستراكت كم كلمه، لان اكثر من 250 حسب الرولز بتاع الجورنال هعمل له مور ابريفيشن واختصره اكثر واخليه في حدود 250. فهمنا كده يا جماعه الايه الابستراكت؟ طبعا هنا في should be written in the past tense. هناخد بالنا كل حاجه هيكون لها تنس معين، يبقى الابستراكت هنكتبه in the past tense، ما فيهوش اي ريفرنس من 250 ل 300 وورد اكوردنج للجورنال. طبعا كل حاجه فيه should be mentioned في الريسيرش، يعني should never give any information or conclusion that is not stated in the paper. لازم كل حاجه، عشان كده بنقول نكتب البيبر الاول وبعد كده نختصرها في صوره ابستراكت. تمام كده يا شباب، ولا في اي استفسار؟ تمام يا دكتور. تمام. طبعا ده كله كلام احنا قلناه، الابستراكت عباره عن اوبجكتيف، عباره عن بيشر اند ميثودز، عباره عن كونكلوجن. طيب هنخش بعد كده على الانترودكشن. مهم جدا الانترودكشن دي نفهمها عامله زي الهرم، بتبدا بباك جراوند جنرال نوليدج عندنا كلنا، وبعد كده بنخش نقول ان في جاب في حاجه معينه، ومن خلالها اقول الايم بتاع الاستدي اللي انا عملتها. طيب يبقى الانترودكشن باك جراوند نوليدج جاب ذن ذا ايم هرم. بمعنى هنشوف احنا مع بعض كده المثال اللي انا جايبه ده. الانترودكشن دي هنا الانترودكشن دي يا شباب بتتكلم عن بيبر انا عاملها في الاستريكشر يوريثرا. طبعا احنا اطباء وعارفين ان اليوريثرا عباره عن تيوبولار استراكشر، ممكن يبقى فيه ناروينج او استريكشر في جزء منه. فاحنا البيبر دي بنعالجه ازاي؟ احنا عندنا في المسالك الاستريكشر اللي هو مثلا اقل من 2 سنتي شورت ممكن نعمل ريسكشن انستموزس، خلاص موضوع معروف لكل بتوع المسالك. اللي اكتر من كده بنعمل له جرافت، ما ينفعش ان انا يعني ايه هيبقى اندر تنشن فبنعمل له جرافتنج. ده كله كلام احنا عارفينه. فاول باراجراف قال الكلمتين اللي انا قلتهم دول، ان الريسكشن اوريسرا اقل من 2 سنتي بنعمله اند تو اند، اكتر من 2 سنتي بنعمل له جرافتنج. كل بتوع المسالك عارفين المعلومه دي، وهتلاقي زمايلكم اللي في اخر سنه اللي بياخدوا مسالك عارفين المعلومه دي. يبقى دي جنرال نوليدج. بعد كده خدت الحته اللي هي بتاع محتاجه جرافت وبدات اتكلم فيها. الجرافت ده يعني ايه جرافت؟ يعني باخد زي رقعه من مكان ما اعمل بيها اوجمنتيشن لليوريثرا اوسعها. زمان كانوا بياخدوا من السكين، كانوا بياخدوا من البلادر ميوكوزا، من ريكتال ميوكوزا. دلوقتي الصوت يا دكتور. حاضر بس دقيقة واحدة. معايا كده شباب ولا الصوت مش واصل؟ تمام. يبقى احنا وقفنا قلنا الاول الاستريكشر بيتعالج من 2 سنتي بان تو اند انستموزز، اكتر من 2 سنتي بنعمل له جرافتنج. وبعد كده دخلت في قصه الجرافت وقلت البدر ميكوزا نتيجه سوري الباكال ميكوزا الانر سايد اوف ذا ماوث ديت الموست كومن يوز، لان الهيستوباثولوجي بتاعها مناسب جدا لليوريثرا.
معلومة برضو كلنا في المسالك عارفينها، أو الناس اللي هم متعمقين شوية في اليوريثرا. وبعد كده دخلت في حتة فيها جاب. إيه الجاب ده بقى؟ إن العالم اللي هو اسمه سيموناتو ده سنة 2006 بدل ما يستخدم البكة الميكوزة بياخد اللينجا والميكوزة، الميكوزة بتاع الطنج، لأنها بتبقى سهلة إنك تاخدها إيزي، ما فيهاش دونر سايد كومبليكيشن كتير، وبدأ يشتغل عليها ولقاها بتدي ريزلت هايلة on short term basis. طيب انا بقى عملت ايه في جاب؟ طب انا الراجل ده اشتغل وتابع العينين بتاعه سنه 2، انا بقى جه هشتغل وهشتغل على لونج تيرم بيز، ان انا هبدا اتابع العيادين دولت 5-6 سنين واشوف هل الميثود دي افكتيف ولا لا. لو افكتيف يبقى يا جماعه استخدموا اللينجوال ميكوزا بدل البقه الميكوزا. يبقى انا هنا اشتغلت خدت جنرال نوليدج الاستراكشر اوريثرا هاو تو مانج، بعد كده البقة الميكوزة حاجة صغيرة، بعد كده بدأت أتكلم على اللي هو السيموناتو ده اللي اشتغل على لونج الميكوزة على شورت تيرم، أنا هشتغل على لونج تيرم بيز. يبقى أنا كده تدرجت بالقارئ من جنرال نوليدج لجزئية فيها جاب. يبقى أنت كده لما أنتم تقروا المقدمة دي بالطريقة دي تقدر تتوقع البيشنت والميثود من غير ما تقراها؟ هقدر اتوقعها، ان انا الراجل ده جاب العيانين بتوع الاستراكشر يوريثرا اللي عملوا اوجمنتيشن باللينجوال ميكوزا وعمل لهم فولو اب لمده 5-6 سنين اون لونج تيرم بيزس، مش محتاج اقرا ده خلاص. يبقى هنا الستيتمنت الاخيره دي انتقلت بالقارئ من الانترودكشن ل هاو تو راي للبيشنت والميثود، حضرت ذهنه للبيشنت والميثود. فهمنا يا جماعه يعني ايه اكتب انترودكشن؟ يعني بتدرج بالقارئ من جنرال نوليدج كلنا عارفينها لجزئيه فيها جاب للايم بتاع الاستاد بتاعي. ده البرزنتيشن اللي انا المثل اللي حبيت اجيبه لكم عشان نقدر نشوف ازاي بنكتب الانترودكشن. يبقى الانترودكشن عباره عن هرم باك جراوند نوليدج جاب ذن ذا ايم اوف ماي ستادي. ماشي، يبقى دي الثلاثة كريتيريا: introduction, knowledge, aim of my study. الintroduction should be easy, should be straightforward في الكتابة، تكون interesting للقارئ، short up to the point، لأن أنت لو عاد تكتب في أي موضوع هتكتب مجلدات، بنستخدم فيها reference، يعني هنا بقى نبدأ نستخدم reference. أنا جبت الجنرال نوليدج ديت فلان كان قايلها سنة 1945 أذكرها. ما فيهاش conclusion، just ان انا بشرح general knowledge وبشوف الجاب موجود فين وانا داخل في الريسيرش بتاعي احل الجاب ده. وده النموذج اللي احنا قلناه. طبعا دي شوية rules في الانترودكشن، زي ما قلنا بتتدرج من general information ل specific information، بتكون في الباست سنتنس، لان بتبقى حاجات متقاله قبل كده، يعني فلان عمل وفلان وفلان وانا داخل اعمل كذا. بتهيئ القارئ زي ما احنا شفنا او زي ما احنا ذكرنا للبيشنت اند ميثود اللي احنا نستخدمه. وده النموذج اللي احنا قلناه. طيب بعد الانترودكشن بيجي سيكشن البيشنت اند ميثودز. هنشوف بقى هنا هنقرا البيشنت والميثود، لها شويه قواعد كده لازم نبقى عارفينها اثناء الكتابه. البيشنت والميثود يعني انا بشرح انا عملت ايه، بذكر فيها البيشنت بتوعي، انا خدت كام بيشنت، خدت مثلا 243 بيشنت انكلودد في الاستدي، خدتهم منين، من البيدياتريك اوت بيشنت كلينيك في انا، تمام، في الديوريشن من سنه مثلا من شهر نوفمبر 2022 لشهر اكتوبر 2023، عملت لهم راندومايزيشن، حطيتهم في تو ارم، عملت الراندومايزيشن دي هاو، سمبل راندومايزيشن ولا ايه،
يبقى البيشنت اند ميثود بنتكلم عن البيشنت النمبر خدتهم في الديوريشن من فتره من فتره مثلا نوفمبر 22 لاكتوبر 23 المكان خدتهم منين فروم انا هوسبيتال يونيفرسيتي هوسبيتال الديزاين عملتوها ريتروسبكتيف ولا يعني الناس عملوا عمليات في 7 8 سنين اللي فاتوا ورحت خد الداتا بتاعتهم والفايلات بتاعتهم وعملت ريكوردنج للداتا بتاعهم وبدات اعمل لها ستاتستكس ولا بروسبكتيف عيانين جولي ودخلتهم في الترايل اللي انا هعملها والراندومايزيشن افري بيشنت يعني عملتها سمبل راندومايزيشن ولا كمبيوتر بيزد ولا افري ولا كل بيشنت بيجي لي بحط واحد هنا في الارم ده والتاني في الارم الاخر اند سو اون. لازم يكون في ايثيكال ستيتمنت، لازم اقول ان الاستادي بتاعي دي عملتها افتر ابروفال فروم انستتيوشن لوكال انستتيوت ايثيكال كوميتي، لازم اكون واخد موافقه. بعض الجورنال بيطلبهم ودلوقتي الترقيات لازم يكون معاك ايثيكال كوميتي نمبر عشان تقدر البيبر بتاعك دي تترقى بيها. وهنشرح بقى الميثود، هقول بالتفصيل انا عملت ايه في التجربه بتاعتي او في الريسيرش. لو هي عمليه هكتبها ان ديتيلز بحيث ان اللي عايز يعمل نفس الاوبريشن بتاعي او البروسيجر بتاعي يمشي عليها. هقول الدراجز اللي انا اديته للعيانين في الترايل بالدوز بالديوريشن لازم العيان يكون عارف الانفورمد بالسايد افكت. كل ديتيل بتاع الريسيرش should be written or should be mentioned في البيشنت اند ميثود. وفي الاخر بندي statistical method اللي احنا استخدمناها لما بتاخد الداتا بتاعك وتديها للراجل بتاع الاحصاء هو يكتب لك الستاتستكس اللي استخدمها والتجارب اللي استخدمها البي فاليو حسبها ازاي الميديان المين الكلام ده كلاته الديسكريبتيف داتا كوانتيتيف ولا كوالتيتيف. لازم كل الكلام ده يعني لازم يكون في جمله منها مكتوبه في نهايه البيشنت اند ميثود. يبقى تاني بيشنت اند ميثودز بنبدا نتكلم على البيشنت بتوعنا خدناهم انكلوجن كرايتيريا بتوع يعني مثلا اتكلم على العيانين البيدياتريك منظار الكلى في البيدياتريك اقول مثلا خدت البيدياتريك جروب اللي عندهم ستون الايج بتاعهم ما يزيدش على 16 او 18 سنه حسب ما انا عايز اقول. ممكن اعمل اكسكلوجن كرايتيريا هعمل اكسكلوجن للعيانين اللي عندهم كوموربيديتي البيشنت اللي عندهم بريفيوس هيستوري اوف اوبن ستون كيدني انا اكسكلودنج ايه وانكلودنج ايه. لازم الكلام ده يكتب. هكتب الديوريشن خدت البيشنت دولت من شهر كام لشهر كام. هكتب المكان خدتهم من اي مكان. هكتب ان انا خدت ابروفال من الايثيكال كوميتي اللي عندي. لازم الكلام ده ينكتب. الديزاين it is a prospective or retrospective study randomized the method of randomization. في حاجه اسمها sample size ده مهم جدا لازم نكتب السامبل سايز احنا خدناه ازاي. بتاع الاحصاء بيكتب لي سامبل بمعنى ايه سامبل يعني انا النهارده قبل ما اشتغل على مثلا يعني عشان انا في المسالك على ستون كيدني لازم اكتب هشتغل على كم مريض 80 90 100 200 الكلام ده ما بيجيش هبهزر لا الكلام ده له حسبه له حتى بيبقى دلوقتي في برامج بتدخل له بعض الداتا عن الريسيرش بتاعك يحسب لك السامبل سايز. ليه بقى؟ لان لو انا خدت عدد قليل من المرضى هيديني فولس ريزلتس خدت عدد اكتر برضه ممكن يديني فولس بوزيتيف ريزلت ويبقى انا دفعت كوست عالي وملوش اي لازمه ونون ايثيكال ان انا عرضت ناس كتير لاكسبيرمنتال ترايل واحنا في غنى عنها. فلازم السامبل سايز نكتب احنا حسبناه ازاي وغالبا الجماعه بتوع الاحصاء هم اللي بيكتبوها. لازم السامبل سايز تقول انا خدت السامبل سايز بتاعتي 80 بيشنت وزعتهم 40 في الارم الفلاني وال40 في الارم الاخر او لو انا عامل 3 ارم يعني اقول مثلا 45 بيشنت ان اتش ارم لو انا عامل 3 4 ارم نكتب كل ارم كان فيه كام بيشنت وحسبتهم باي طريقه. ده مهم جدا ينكتب في البيشنت اند طبعا ده كل الكلام احنا قلناه بان احنا بنكتب الانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا السورس جبناهم من اي مكان من اي هوسبيتال النمبر بتاعهم
how is the assignment to different group randomization, the time of the study, كل الكلام ده احنا قلناه. ولازم طبعا نشوف بقى احنا بنشتغل على ايه، على human being لو هي experimental للانيمال والسبيشيس والجينس نكتبها، ونكتب الايج والسكس كل الكلام ده احنا قلناه. الميثود برضو بنفس الكلام it should be replicable، يكتبها الديتيلز بحيث ان غيري ممكن يقدر يكتبها لي. Describe the surgical technique, the steps, the instrument, the drugs اللي خدناها, the dose, the route of administration, هل خدنا antibiotic ولا ما خدناش, the CT عملنا ولا ما عملناش، كل الكلام ده ينكتب. ده كله احنا قلناه في كتابة البيشنت ميثود. Primary and secondary outcome should be mentioned. يعني primary outcome يعني secondary outcome. انا النهاردة داخل اشوف اعمل research اشوف the efficacy of urethroscopy في الستون يورتر، عايز اشوف هل اليورتروسكوب في علاج الستون يورتر افكتيف اور نوت. هنقول البرايمر اوت كام انا عملت 100 عيان لقينا النتائج مذهله او سكسسفول في 80 عيان، يبقى ده البرايمر اوت كام 80% سكسس. الكومبليكيشن اللي بتحصل بقى اثناء اليورتروسكوبي بقى، اللي جاله مش عارف بيرفوريشن، اللي جاله مش عارف انفكشن، اللي جاله مش عارف ستنت مايجريشن، ده كلها سكند اوت كام. يبقى الايم اللي انا داخل اشتغله الريزلت بتاعه بنسميه البرايمر اوت كام. اي نتائج ثانيه ريليتد للريسيرش اللي انا عملته بسميها سكندري اوت كام. تمام. ونكتب بقى نكتب طبعا احنا عايزين نجمع ايه الداتا بتاعتنا، وذر الستون سايز السايت الباك بريشر البيريود اوف كولكشن زي ما اوف داتا كولكشن زي ما احنا قلنا اشتغلنا من فتره كذا لفتره كذا، وهل عملنا فولو اب قولوا قبل قد ايه 1 month 2 months 3 years and so on. ماشي. وكل الداتا اللي احنا بنكتبها في الميثود دي يا جماعه لازم ان يكون لها منشن في الريزلت. يعني انا كتبت انا هشتغل على الستون يوريتر وتشوف السايز بتاعها قد ايه واللوكيشن والريديو، بس لازم انا اكتب كل الكلام، كان عندي كام ستون، الديابتر كان قد ايه، الريديولوشن اللي في الرايت سايد كان قد ايه، الليفت سايد قد ايه، كل الكلام ده هنذكره في الريزلت. يبقى اي حاجه داتا ذكرتها في الميثود لازم تشوف بي ريفلكتد في الريزلت. دي قاعده تحطها في دماغك. يبقى تاني بيشنت اند ميثودز، موضوع سهل جدا، بنذكر البيشنت بتوعنا بعددهم بالجروبز وازاي وزعناهم، ازاي عملنا لهم السامبل سايز، الديوريشن اشتغلنا فيها الاستدي من شهر كذا لشهر كذا، المكان اللي اشتغلنا فيه، الايثيكال كوميتي ستيتمنت ان احنا خدنا ابروفال، بنكتب برضك الستبس بتاع الشغل بتاعي، الانسترومنت اللي استخدمتها، الدرجز اللي اديتها، الدوز لو خدت اي مثلا جهاز اشتغلت عليه يورو دايناميك، اشتغلت بمنظار الحالب، لازم نكتب النوع بتاعه ميد ان جيرماني ستورز كذا كذا، ونكتب الكود بتاعه. تمام. ده ينكتب برضو خلاص. في الاخر خالص كل الداتا بنجمعها وعملنا لها احصاء بالطريقه الفلانيه، statistical statement should be mentioned في نهايه البيشنت اند ميثود. يبقى احنا كده كتبنا patient and method كويس. طيب طبعا كل الكلام ده قلناه ان احنا لازم نكتب الايثيكال ابروفال في البيشنت اند ميثود. الريزلت خلصنا سيكشن البيشنت ميثود، هنكتب الريزلت. اظن احنا قلنا كفايه ان كل حاجه كتبناها في الداتا شود بي منشن في الريزلت. يبقى هنبدا الريزلت بتاعتنا لوجيكال اوردر، بمعنى ان انا يعني اللي انا كتبته في البيشنت اند ميثود اقولها بالترتيب في الريزلت. هبدا بالبيشنت كاركترستيك، كم ميل، كم فيميل، المين الايدج بتاعهم، المين الافرج بتاعه كام، هي في اي كوموربيديتي كانت موجوده، الباست هيستوري. بعد كده نبدا نكتب بقى على الريزلت اللي احنا توصلنا اليها، البرايمري اوت كام، سكند اوت كام. لازم تنكتب in logical order full data، يعني كل حاجه اتقالت في البيشنت ميثود تذكر في الريزلت. ما اقولش conclusion just ان انا بقول ريزلت بس، ان انا لقيت البلاد بريشر امبروفد مع العينين اللي خدوا انتر هايبرتنسيف ان كومباريزون بالناس اللي خدوا بلاسيبو. ما اقولش بقى ريزلت، هقول بس ان البلاد بريشر اتحسن في الجروب ده ككتابات، انه حصل له دروب من 180 على 100 ل 120 على 70، والجروب الثاني ما حصلوش دروب.
اكتب بس داتا ما اكتبش كونكلوجن. الكلام ده كله لسه هنقوله بقى في الدسكشن. نقدر نقول اه ده الجروب اللي خد انت هايبرتنسيف الريسبونس او البلد بريشر اتحسن ان كومباريزون مع الناس اللي هم كانوا بياخدوا بلاسيبو تريتمنت بيزد اون ميثودز. طبعا احنا قلنا الكلام ده ان اي حاجه بكتبها بتكون مذكوره في الميثود. بناخد الداتا اللي حصلت لنا بنعمل لها اناليسز زي ايه في وذر في تيبلز او فيجر زي ما نقول بعد كده. طبعا كل الكلام ده احنا قلناه ان كل حاجه كتبناها في الميثود نبدا نكتبها في الريزلت. نكتب الاكسكلودد بيشنت, نكتب البيشنت انكلودد, نكتب الكاركترستيك اوف ذا بيشنت, الديموغرافيك داتا, كم ميل كم فيميل, هل الكوموربيديتي اللي موجوده عندهم, لو اي عيان لوست مني اثناء الريسيرش هكتبها. هكتب انا بدات الريسيرش مثلا ب 150 بيشنت واثناء الفولو اب 3 ريفيوز ان هم يكملوا الاكسبيرمنت واثنين لوست مني ما عادش في كونتاكت معاهم. اذا الريزلت بتاعي هشتغلها على 145. السلايد راحت يا شباب. ترجع هي بس معلش. احنا كنا بنتكلم عن الريزلت, هنرجع لها بسرعه. اهوت احنا قلنا ان الريزلت بتاعتنا بتنكتب بدايه نكتب الكاركترستيك اوف ذا بيشنت, ديموغرافيك داتا والكلينيكال داتا والكوموربيديتي واي عيانين لوست مني, اي عيانين ريفيوز ان هم يكملوا بنكتبهم. لو بدات ب 150 بيشنت وبعد ما في بيشنت لوست مني واذكر سبب ايه اللوست مني, انا هطلع ريزلت يا جماعه على 145. تمام. الريزلت ممكن نكتبها وذر از تكست كتابه او في صوره تيبل او في صوره فيجر. اللي يكتبه تكست نكتبه, واللي نكتبه تيبل حسب الحاجه. في حاجه محتاجه اشرحها في صوره احط فوتوغرافي, او جراف احط جراف. يبقى احنا الميثود اوف بريزنتنج ذا داتا دايركتلي ان ذا تكست يعني كتابه او في صوره تيبل او في صوره فيجر. التيبل لها كرايتيريا زي ما احنا شايفين بيقالها نمبر. يعني انا عندي ثلاثه تيبلز في الريسيرش, اكتب تيبل نمبر 1 فوق واكتب العنوان ديسكريبتيف للكونتنت بتاع التيبل, بمعنى ان انا هوصف الايج والسكس والكوموربيتي, هكتب ديموغرافيك داتا اوف ذا بيشنت. يبقى ده العنوان التيبل. يبقى انا كده هفهم ان التيبل دي بتوصف لي الكاركترستيك للبيشنت اللي انكلودد في الاستادي. وعشان ما كترش الكلام في التيبل نعمل بعض الابريفيشن ونكتبها في الفوت نوت زي ما احنا شايفين في التيبل اللي موجود قدامنا. يبقى فوق الهيد اوف ذا تيبل او التايتل اوف ذا تيبل, وتحت نكتب الكونتنت, وفي نهايته في فوت نوت لو في اي اختصارات او ابريفيشن ممكن نشير اليها عشان التيبل ما تبقاش الكونتنت بتاعتها كتيره. فيجر وذر في صوره جراف. لو انا هعمل مثلا اللي هو الروك اللي هي اي جرافيك انا عايز اعملها, او في صوره الستريشن, صوره فوتوغرافي العمليه, صوره باثولوجي سلايد, ممكن برضو نحطها ويبقى لها زي رابط بينكتب في التكست يشير الى الكونتنت اوف ذا فيجر. يبقى احنا عندنا الريزلت يا اما في صوره تكست يا اما في صوره فيجر يا اما في صوره تيبل. دي كلها بتوصف لي الريزلت. اللي بنحط له فيجر ما نحطلوش تيبل, واللي بنحط له تيبل ما نحطلوش فيجر. ما نكررش نفسنا, ما نبقاش عاملين زي رسائل الماجستير والدكتوراه. الحاجه ممكن بنكتبها الريزلت نكتبها في صوره تكست ونرجع نحط لها تيبل ونرجع نحط لها جرافيك الستريشن. لا, في الريسيرش يا اما نكتب كلمتين تكست يا اما نريبريزنت الريزلت بتاعتنا في صوره تيبل او في صوره فيجر على حسب طبيعه الريزلت اللي احنا بنكتبها. خلصنا الريزلت, هنخش في الدسكشن. يعني ايه دسكشن؟ يعني انا ببدا اشوف اعمل دسكشن للريزلت بتاعي. سيمبل خالص, ببساطه انا كتبت ريزلت
ان التكنيك الفلاني كان السكسس ريت بتاعه 88%، هبدا اخد الريزلت دي واكتبها. طبعا بدايه الدسكشن بنكتب باراجراف صغير بيشير الى طبيعه الريسيرش. انا بشتغل على ستون كيدني، نكتب كلمتين على الانسيدنس اوف ستون كيدني اند ميثود اوف تريتمنت زي ما كتبنا في الانترودكشن، وبعد كده اخش اعمل تحليل للريزلت اللي انا وصلت لها. سكسس ريت انا بالطريقه دي وحصلت على سكسس ريت 88%، وابدا اجيب الليتريتشر الناس اللي اشتغلت بنفس الطريقه بتاعتي واذكر السكسس ريت بتاعهم كانت كام. اللي اعلى مني اقول هو كان اعلى مني ليه، واللي اقل مني اقول هو اقل مني ليه، والكومبارتور ليا اقول الريزلت بتاعتي ذا سيم وذ فلان وفلان وفلان، وابدا احلل انا كنت اعلى من دولت ليه او اقل منهم ليه. كل ريزلت وصلت لها اخدها واحللها بهذه الطريقه، ان انا بشوف الريزلت اللي انا عملتها وابدا اعمل اناليسيس ليها ان كومباريزون مع الريزلت اللي موجوده في الليتريتشر. وممكن في نهايه الديسكشن القد نفسي اقول والله التجربه بتاعتي كان ناقصها 1 2 3، كان ناقصها ان انا اطول مده الايه الفولو اب. لذلك انا ريكومند ان انا اذر ستادز تبحث هذه الطريقه اون لونج تيرم بيزس. محتاجين مالتي سنتر ستادز نشوف الفاليديتي ل او الافكتيفنس للريزلت اللي انا وصلت له. هي دي ببساطه يعني ايه ديسكشن. ديسكشن ان انا بناقش الريزلت اللي انا وصلت لها وكومبير ات مع الاذر ريزلت وادي تفسير ليه انا كنت احسن او اقل من الريزلت الثانيه. وفي الاخر لو في اي نقد للبيبر او الريسيرش بتاعي اكتبه، اكتب الليميتيشن اللي انا شو اللي كانت عندي، ومن خلالها ابدا ادي ريكومنديشن للاوثرز يكملوا من ورايا ازاي. دي باختصار يعني ديسكشن. بندي زي ما انتم شايفين في السلايد ديت انترودكشن، جمله مبسطه عن الريسيرش بتاعي، وابدا اجيب الداتا اللي انا وصلت لها والريزلت بتاعتها واعمل لها ديسكشن، واشوف القوى يعني الليميتيشن فاكتور والسترينث فاكتور اللي موجود عندي والريكومنديشن اللي انا بقدر اوصي بيها للناس يكملوا بعد ازاي. يبقى ديت الديسكشن زي ما احنا ايه قلنا الفكره ببساطه يعني ديسكشن. طبعا ديسكشن بيكون فيها سايتيشن ريفرنس للحاجات اللي انا بستشهد بيها، وكل الكلام ده احنا قلناه ان هي بتكمبير الريزلت بتاعي مع الريزلت اللي موجوده في الليتريتشر. بعد ما خلصنا الديسكشن يا شباب بندي كونكلوجن باراجراف صغير تيك هوم مسج. انا النهارده بكتب ريسيرش عن لونج تيرم فولو اب اوف لونج والميكوزا في التريتمنت اوف ستراكشر ريسك. هدي يعني انا ده عنوان الرساله بتاعتي. البيبر اللي انا لو انتم فاكرين اديت لكم لها اكزامبل في الاول، ده العنوان ده التايتل. ايه الكونكلوجن اللي انا وصلت ايه الريزلت اللي انا خدتها في الاخر؟ از افكتيف اور نوت افكتيف؟ يبقى هكتب كونكلوجن كلمتين زي الكلمتين بتوع التايتل. اللينجوال ميكوزا از ان افكتيف ماتيريال فور the management of urethral structure on long term basis. يبقى هي انا دايما كده بحب ان انا اقول التايتل مع الريزلت اللي انا وصلت لها اللي هي البرايمري اوتكم. اكتب هل التايتل ده او اجاوب على السؤال اللي كان موجود في التايتل من خلال الريزلت في كلمتين اقولهم في الكونكلوجن. تيك هوم مسج رساله يعني زي ما انتم بتعملوا كده او بتسمعوا عن البراشيم. طبعا احنا في كل الطب ما بنعملش براشيم، برشام لأي قارئ يقرأ الرسالة دي أو يقرأ البيبر دي، هيروح بعد كده على طول يقرأ اللينجوال ميكوزا الميثود بتاعتها ويعملها تيك هوم مسج. يبقى بتنكتب في آخر الريسيرش زي ما انتم شايفين لاست باراجراف، بتبقى ريليتد للايم بتاع الاستادي سبورتد بالريزلت. ما تروحش يعني انا مثلا بروح اناقش رسالة يقول لك ايه مثلا الطريقه الفلانيه في المانجمنت اوف ذا بريست كانسر از افكتيف. طب افكتيف على اي اساس؟ ده هي موجوده في الكتب كده يا ابني. انا مش بقول لك اكتب لي اللي موجود في الكتب، اكتب كونكلوجن بيزد على الريزلت اللي انت وصلت لها. از ذس ميثود
effective and safe or not. بس يبقى هي supported بالresult related للaim والtitle concise برشامة يعني not based on previous studies. ببساطة جدا دي الconclusion. يبقى التايتل مع الريزلت هو اللي يديني الconclusion. ده simply how to write a scientific paper. طيب الريفرنس احنا كتبنا لازم تكتب الريفرنس اللي انت استعنت بيها في سيكشن الانترودكشن وفي سيكشن الدسكشن. في طرق كتيرة لكتابة الريفرنس في الهارفارد فورمات اللي هي تكتب الاوثرز الف باتا. نكتب مثلا نزار عبد الرؤوف مش عارف فلان 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 سنة 2023 نكتبهم ونشير اليهم في التكست باسم اول اوثر نزار اتال ونرتبهم حسب الالف باتا الـ A الـ B C D E F. هنكتب مثلا انا في التكست استعنت بريفرنس الدكتور نزار اتال. يبقى انا هقوم راجع للريفرنس عايز اشوف الريفرنس ده هجيب حرف الـ N هلاقيه موجود ودي افضل مثل. في مثل تانية بقى انك انت تكتب ريفرنس اول ريفرنس تكتبه في الـ في الـ في الـ في الـ في الريسيرش تكتب تديله نمبر 1 وتقوم حاطه في الريفرنس نمبر 1 ونمبر 2 وتقوم كاتب نمبر 2 ونمبر 3 في التكست وتكتبه في الريفرنس نمبر 3. دي مجهده جدا. ليه بقى؟ انت النهارده كتبتها بالطريقه دي حلو وبعتها للمجله، المجله قالت لك لا الحته دي مش عجباني شيلها، الحته دي زودها، هات لنا دليل تاني. فهتبدا تدخل ريفرنس جديده وتشيل ريفرنس من اللي عندك عشان تمسح وترتب وتعمل. موضوع مجهد جدا جدا. لكن لو انت كتبتها بطريقه الهارفارد ان انت ترتب الاوثرز الفا باتا وتحطهم يعني مثلا في التكست بقى حسب موقعهم، الحق الباراجراف ده كان تبع الدكتور نزار هروح حرف الان اقرا نزار ايتال. لو انا شلت هنا نزار هروح شايله من الريفرنس، مش هياثر لي على بقيه الريسيرش ولا هياثر لي على الريفرنس. طب هترتبهم ازاي الف باتا؟ بسيمبل خلاص هتكتب يعني انا النهارده كتبت الباراجراف ده واستشهدت بنزار ايتال هقوم مزوده في الريفرنس ده. بعد كده كتبت ريفرنس تاني واستشهدت بحسين ايتال هقوم كاتب حسين واكتبه تحت ما رتبهمش. وبعد ما خلص كتابه ال 20 30 ريفرنس بتوعي سيمبل خلص في الوورد في حاجه كده فوق في الايقونه اسمها سورت باي ascending ولا descending هو الكمبيوتر نفسه هيقوم مرتبهم لك الف باتا. فلو لقيت نفسك في الريفرنس مكرر نفس الريفرنس هتقوم شايله لان الكمبيوتر رتبهم لك. تمام. طب لو في مجموعه مثلا مجموعه من هنا كاتبين متكررين مرتين باثنين ريفرنس مختلفين اشتغلوها تكتب مين الاول؟ بالرغم ان هم نفس الاوثرز بنفس الحروف هتكتب حسب التاريخ. لو هم نزار ايتال عملوا شغل في سنه 2019 تكتب ده الاول وبعد كده 2023 تاني. هارفارد ميثود دي ذا بيست واللي بتلخبطش ولما يقول لك في الريفيور كوريكت هتقدر تكوريكت من غير ما تلخبط. كتبنا الريفرنس يبقى احنا كده بيقلبش ليه. ده حاجه اسمها ليتر تو ذا اديتور. ده يعني صيغه كده دايما بعض المجلات تطلب منك انك تكتب باراجراف او جواب للشيف اديتور بتقول انه يعني زي مسج ليه. فبتقول ان انا بتعهد انا والاديتورز اللي معايا ان البيبر دي ما اتنشرتش قبل كده او ان هي مش اندر ريفيجن في اي جورنال تاني. في بعض الناس مثلا ايه عشان يترقوا بسرعه ممكن يجيب الابستراكت يديني الاثنين ثلاثه جورنال اللي يقبل الاول ينشره وخلاص. فانت هنا بتكتب يعني زي صيغه مش اندر ريفيجن من اي مكان تاني بس. فديت لو انتوا عايزينها انا عندي ديت موجوده زي فورمات نديها لكم. بس تاخد بالك ان انت ايه ان كونسيدريشن اوف ذا اديتور مثلا في انترناشونال جورنال اوف يورولوجي تشيل الباراجراف ده الكلمه وتكتب اسم الجورنال بتاعك عشان ما تبقاش انت باعت لجورنال وتقول له اتعهد بانها مش في جورنال تاني وتلاقيه كاتب الرساله باسم جورنال اخر. طيب احنا خلصنا الكتابه وعايزين نعمل سبمشن. السبمشن ده حاجه من او حدث من الاتي.
يا اما هيرد عليك الجورنال يقول لك اكسبتد ويزاوت ريفيجن، وده نادرا ما بتحصل، عمرها ما بتحصل، لازم يعني عمر بيقول لك اكسبتد من غير ما يحصل ريفيجن الا اذا كنت انت بايونير يعني، وده انا ما مرتش بيها ولا سمعت ان حد مر بيها. يا اما اقول لك اكسبتد ويز ماينور ريفيجن، ويبقى انت كده الف مبروك البيبر بتاعك قبل. ايه شويه كوركشن، يقول لك ايه صلح الستيتمنت ديت، زود لي مش عارف ايه، خلي الرساله او الريسيرش انذر وان ويز نيتيف انجلش لانجوج يراجعها لك، يعني تبقى دي حاجات بسيطه. او يبقى في ميجر ريفيجن، يعني في حاجات هو شايف الفكره بتاعتك كويسه بس في حاجات ميجر لازم تعملها في البيشر دون ميثود، يقول لك لا اعملها لي وهاتها لي تاني، دي برضه كويسه. غالبا طالما قال لك اكسبتس ويز ماينور اور ميجر ريفيجن هو هيكسبت ان شاء الله، هتشتغل بالرولز اللي عملها لك وتعملها، وبعد كده الدنيا تقبل ان شاء الله. او هيقول لك ريجكشن. ريجكشن مش معناه ان الدنيا يعني خلاص، ريجكشن مش مشكله، هنبدا ناخد مع نفسنا نفس هادي، نشوف هو ريجكتد ليه، نشوف الريفيجنز او الكومنتس اللي هو عملها لي، وابدا اشوف هل هو منطقي اصلح واخد البيبر واوديها المجله تانية وثالثه اند سو اون. هل هو مش منطقي ممكن تراجعه وترد عليه تقول له لا انا صح وواحد اتنين ثلاثه، ولو ان الكلام ده يبقى صعب شويه. يبقى الريجكشن مش نهايه الدنيا، ريجكشن يبقى هتشوف هو ريجكت ليه، ايه الكومنتات او الحاجات اللي خد عليك وتبدا تصلحها وتراسل بيها مجله اخرى. ودي طريقه انا كنت بتابعها، او مثلا كاتب بحث ودي لي جورنال امباكت عالي جدا جدا جدا. ان لم يقبل هستفاد من الكومنتات اللي الريفيور هيعملوها لي، وابدا اصلح بيها المانسكريبت اللي انا كاتبه وارسل بيه مجله اخرى. فالريجكشن مش نهايه الدنيا، ريجكشن هشوف الكومنتات اللي عملها لي منطقيه، هبدا اكوركت الاخطاء اللي عندي، مش منطقيه وارد ان انت تراجعه تاني وتثبت ان انت صح، او تصلح الحاجات اللي خدها لك وتراسل بيها مجله اخرى. بس هي كده الرساله، ارجو ان احنا نكون يعني افدناكم ونكون ما طولناش عليكم، ولو في اي استفسار ويلكم. بعد اذن